يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة بأن التحريات التي قامت بها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشرفة بشأن قضية السطو بالسلاح الناري على مركز البريد بإغباله بالدائرة مشدالة في 8 أفريل الجاري توصلت إلى توقيف 7 أشخاص مع استرجاع المبلغ المالي المسروق وكذا الأسلحة النارية المستعملة لارتكاب الجريمة. وارد إلى قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشرفة مفاده سطو مسلح على مركز بريد بلدية أغبال. مباشرة تم التنقل إلى عين المكان تحت إشراف قائد المجموعة ومباشرة التحقيق بالتنسيق مع السلطات القضائية. بعد تنشيط عنصر الاستعلامات واستغلال الخبرة العلمية والاستعانة بخريطة الكشوفات الهاتفية تم حصر الأرقام الهاتفية المشتبه بها. بالاستعانة بأفراد المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني بمعلمة تم توقيف المطورة الأول الذي أفادنا بعدم مواجهته بالأدلة العلمية بأسماء بعض شركائه. بعد التتبع التقني وجمع المعلومات تم التنقل إلى مدينة وهران وتوقيف 3 مطورتين آخرين مع استرجاع مبالغ مالية مسروقة بالعملة الوطنية والعملة الأجنبية والمعدة سلفا لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر بالإضافة إلى استرجاع سلاح صيد مسروق. بعد استغلال الموقوفين تم توقيف الشريك الآخر العصابة بمدينة وهران وقام بإخفاء المبالغ المالية. بظهور أدلة علمية جديدة ومقارنتها بتصريحات الموقوفين تم الوصول إلى توقيف شخصين آخرين قام باستلام مبلغ مالي مسروق وشراء سيارة فاخرة نوع باصات وحجز سلاح حربي. العملية أسفرت عن توقيف 8 أشخاص حجز سيارة فاخرة من عائدات المسروقات بقيمة 720 مليون سنتيم استرجاع 484 مليون سنتيم عملة وطنية وأجنبية بالإضافة إلى هواتف نقالة وأسلحة بيضاء. استرجاع سلاح صيد مسروق منذ 6 أشهر حل قضايا عالقة كسرقة مركز بريد منذ 5 أشهر سرقة منزل اعتداء مسلح وسرقة محل تجاري تفكيك شبكة وطنية لتنظيم الهجرة غير شرعية.